اكيد هو ضابط اسمه احمد بس ملوش علاقه بينا احنا يعني، لان اي ضابط مجرم ملوش علاقه لا بالمدنيين ولا بالعسكريه، لان العسكريه المفروض ليها شرف ودول ما لهمش لا في الشرف العسكري ولا في شرف غير عسكري. ابو انس معايا من مصر، اهلا يا ابو انس. تحياتي ليك يا استاذ احمد الوسط البرنامج، كل سنه انتم طيبين وبخير وصحه والف وسلامه. وحضرتك بخير يا سيدي. تثق في العداله الناجزه ولا العداله الناجزه دي مع المدنيين بس؟ لا هو ما فيش عداله ناجزه، ما فيش عداله ناجزه، هي الاحكام كانت بعد المداوله دلوقتي بعد المكالمه. بعد كده القضاء العسكري ده ضابط ما عندوش اي درايه بالقانون، يعني ازاي احنا نثق في واحد هو مش دارس قانون عشان يحكم بالقانون؟ هو مش دارس قانون. والضابط شايف ان المدنيين اللي ساكنين دول من 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 عامه الناس ازاي يسكنوا جنب البعوات؟ شايف هو دول هو سيتهم ودول العبيد الخدامين. لا بس ابو انس عايز اقول لك ان القضاء العسكري بيدور بيكون دارس قانون عشان الامانه يعني. طب فين ما بوريني حكم القضاء العسكري في قانون طبقوا فيه القانون وهم دارسين قانون؟ امتى القضاء العسكري هات لي قضيه واحده انا اتحداك طبق القانون؟ القضاء كله حتى القضاء المدني عندنا من سنه 2000، يعني شوف الاحكام قبل 2000 وبعد سنه 2000 لغايه دلوقتي، الاحكام المدنيه كلها بقت فيها مشاكل ليه؟ واحكام سيئه واحكام مش ما فيهاش عداله ليه؟ لان كل ضباط الشرطه تسلقوا الى القضاء، يبقى ضابط وشويه تلاقيه دخل النيابه وبعدين بالمستشار. المشكله هنا الدين فرصة صحيحة. المشكلة ان احنا عايزين قضاء عادل وناجز وقدرتين قانون ما تجيبش طيب. واحد مشتاق. طيب يبقى احنا محتاجين يعني قضاء عادل وعدالة ناجزة على الكل. بشكرك يا ابو انس. احمد من القاهرة خلينا نسمع منه، اهلا يا استاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك تثق ان هيكون في عدالة ناجزة مع الضابط ولا العدالة الناجزة دي بتكون مع المدنيين بس؟ والله اللي انا شايفه استاذ احمد الضابط قام بدوره على اكمل وجه، والقضاء العسكري طبعا هيقوم بدوره على اكمل وجه. طبعا مش هيقدر يكسر التعليمات والاوامر، انت عارف طبعا الجيش ده عباره عن اوامر. فاللي بيكسر اي امر ممكن يتعدم. فطبعا الراس الكبيره اللي هو رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ساعات الباشا الكبير الجنرال ادى اوامر للناس دي، يا جماعه لو حد قتل مش هيتحاسب. فانت عايز الناس دي يا استاذ احمد تتحاسب او يكسروا اوامر لسيادة المشير؟ فطبعا مش هينفع، طبعا الكلام ده مش هيحصل. الراجل ده هيطلع براءة ان شاء الله. الضابط ده مش هيتحاسب، ده ممكن كمان يكرم وممكن يقاضي الست اللي هي ماتت دي وياخد منها تعويض. طيب ده وجهة نظر وطرح من حضرتك. بشكرك استاذ احمد. محمد من مصر، يا ترى بيميل لايه؟ هل هيكون في محاكمة عاجلة وعدالة ناجزة ولا هنشوف تاني هشام طلعت مصطفى و راجح؟ اتفضل يا فندم. فقدنا ابو محمد. معانا نورسين من اسيوط، اهلا بيكي. السلام عليكم. اهلا يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا حضرتك انا بقول لك ان انا بثق كل الثقه في العداله الناجزه سواء مع العقل او مع العساكر او مع المدنيين. نعم. فهو القانون بيطبق، القانون بيطبق من المواطن من اصغر مواطن مواطن العادي الى اعلى رتبه. فهو ده انا بس كل الثقه في العداله الناجزه مع العساكر، يعني مش المدنيين فقط. العداله الناجزه على الكل ولا على المدنيين فقط؟ اخر كلام. لا على الكل، على الكل انا بثق في العداله الناجزه مع الكل. وانا اتمنى يا استاذه نورسين، والله بشكرك جدا على مداخلتك. استاذه نورسين بتثق ان هيكون في عداله ناجزه على الكل، على المدنيين والعسكريين، وده اذا حصل فدي امنيتنا. عايزين يكون في عدالة للكل في مصر. محمد من مصر معانا، نسمع منه رأيه. عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم محمد؟ الله يكرمك يا استاذ احمد. استاذنك بس بالله عليك يا اخي، استحلفك بالله ما تقفل عليا ولا تقاطعني لغاية ما اخلص الرسالة بتاعتي. انا عندي رسالة ضروري لازم اوجهها للشعب المصري وكل احرار مصر وكل الناس الشرفة في مصر. يا جماعة احنا نازلين يوم الجمعة الجاي في جنوب الصعيد وشمال الصعيد، اطمنوا يا جماعة احنا نسقنا مع بعض، احنا وشباب 25 يوم الجمعة الجاي 7/7/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرة يا جماعة في المحافظات اسيوط سوهاج جنة الاقصر اسوان، وحيكون هتافنا تكبيرات العيد. المظاهرات يا اخواننا سلمية وفي غاية السلمية 100% سلمية، إلا إذا اضطرونا إن إحنا نتعامل معاهم دفاعا عن الناس. طيب يا محمد، يا محمد أنا يا معلش يا أستاذ أحمد. لا أنت قلت كلامك، أنا بشكرك جدا، أنا سبتك وقلت رأيك وأنا ما سمعتش الدعوة دي من حد، أنا ما سمعتهاش من حد قبل كده، لا جهة موثوقة ولا جهة غير موثوقة.
اول مره اسمعها منك يا استاذ محمد. انا ما اعرفش ده راي شخصي ولا اجتهاد شخصي، انا لا معاه ولا ضده، انا مش فاهم، واخد بالك؟ لان دي حاجه اول مره اسمع عنها، ودي يعني دعوه من محمد ما عنديش القدره على التاكد منها ابدا. بشكرك يا محمد عموما، واروح لابو صهيب من مصر عشان اساله في موضوع حلقه النهارده، هل تثق ان هيكون في عداله ناجزه في الحكم على الضابط القاتل زي ما كان في عداله ناجزه في الحكم على محمد عادل القاتل مثلا؟ اتفضل يا ابو صهيب. مساء الفل حاج احمد، مساء الفل على اسماعيليه بلدي الجميله والمانجا الحلوه. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، سيد النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، هيتضحى بالنقيب ده زي ما انت قلت عشان خاطر الانتخابات بتاعه التساوي ده. وانا عايز اوصل رساله للتساويه وبقول لهم اي ساعه دقيقه ثانيه بتعدي على مصر، كل مدى بتهرب، كل ما هنعاند عليكم لحد لما يغرف ستين نصيبه، وربنا يجيبكم بالسلامه. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا سلام لو كل المداخلات زيك يا ابو صهيب. محمد من مصر معانا، اهلا يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك عامل ايه؟ تمام بخير الحمد لله والله. احنا شفنا قبل كده محاكمه عاجله في موضوع محمود راجح وفي موضوع محمد عادل، ولكن كل واحده كان ليها ايه حيثياتها. هل تعتقد ان الولد اللي قتل ده المجرم ده هيكون في عداله حقيقيه ناجزه تقتص للدكتوره اللي قتلها؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وكنت حابب بس ايه اقول على حاجه بس، الضابط ده قاعد ازاي في مدينتي؟ قاعد ازاي؟ يمكن عندهم ارض، والده غني، الله اعلم. منين؟ منين يعني؟ يمكن من جيب والده. يلا. يعني انا مش واقف عند دي، انا واقف عند ان في روح، في حاجه اصعب من كده، في انسانه قتلها بكل جبروت واستهتار. بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، ودي جريمه قتل عمد. اوعى تقول لي اصل مش لا ده دخل وطلع عليهم ثلاث مرات بالعربيه. نسال احمد من انجلترا معانا. احمد، ماذا اذا حدثت هذه الحادثه في احدى شوارع لندن او مانشستر او ليفربول او حتى جلاسكو؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله. دي لو حصلت هنا الكلام ده بيتشال فيها مدير الامن ووزير الداخليه وبيتفتح تحقيق في مجلس الشيوخ ومشاكل. اما بالنسبه للعداله اللي انا بسميها ناكسه عاجزه، فدي موجوده في مصر من ايام انقلاب 52 بتاع عبد الناصر لغايه عبد الفتاح بلح. مفيش عداله في مصر عندنا. العداله بتطبق فقط على الناس المنزوعين الوساطه والمحسوبيه اللي هم الغلابه. احنا هنفضل بالمنظر ده لغايه ما الشعب يدفع الثمن كله بالدم. شكرا يا احمد. السلام عليكم. شكرا ليك استاذ احمد، بشكر حضرتك جدا. عليكم السلام ورحمه الله. ابو محمد من مصر معايا، اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام يا ابو محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يخليك. هل تثق في العدالة الناجزة مع المكون العسكري في جمهورية مصر العربية؟ لا يا حبيبي، أنا لا أثق، لأن دي أوامر عسكرية وعدم تنفيذها يعني بتستوجب الضرب بالنار. ملهاش كلام تاني. أستأذنك نرجع بالذاكرة كده من أول ثورة 25 يناير، من أول برافو يا باشا جت في عين. صحيح. لغاية صحيح. اخر حادثة دي مرورا بعربية الترحيلات اللي فيها 36 واحد او 38 واحد. صحيح. وامين الشرطة اللي ضرب بتاع الشايب في الشارع، مين ده كان اللي اتطبق؟ كان مندوب شرطة، ده قال له ما كانش عايز يدفع ثمن كوباية الشاي فقتله. كان بجنيه باين. انا يعني اصل قبل كده بنتكلم يقول لك دي اعمال فردية. لا، وبعدين الوزيرة اللي طلعت بتاعة الهجرة اللي قالت هنذبح مش عارف مين، ومين بيقول لك هنعمل ايه؟ بتقول لي في عدالة يا سعادة الباشا. ده في حضرتك فاكر امين الشرطة اللي قتل عيلته في اسكندرية؟ ايوه اكيد. انا عشان حضرتك بتتكلم معايا فانا عايز اكلمك بسرعة عشان ما اخدش وقت، فبالتالي مش عارف اجمع. لا يعني ان شاء الله عليك. انا يعني جوايا ربنا يحفظك يا رب.
ربنا يحفظك واشوفك على خير ان شاء الله يا ابو محمد. ربنا يبارك في عمرك. اشكرك جدا. يا جماعه احنا قدام جريمه كامله الاركان، يعني مش اتعصب فقتل، لا ده جاب مفتاحه وطلع من جوه وراح وفتح العربيه وقعد ومشي وراهم ودخل وراهم الممر وراح وجا وراح وجا وراح وجا على جثه الدكتوره الله يرحمها واصاب عيالها، وصور صعبه جدا انك تشوفها. عصام من مصر معايا. استاذ عصام اهلا بيك. ثق في القضاء في مساله الضابط ده. ألو؟ انا سامعك والله، اسمعني من التليفون بس. ربنا رجعك بلدك سالم غانم. يا مين يا رب اجمعين يا رب. هقول لك هو الضابط اللي قتل عويس في اسوان اتحاسب؟ لا عويس الراوي لا ما اتحاسبش. بقول لك الضابط اللي قتل عويس في اسوان اتحاسب؟ لا ما انا بقول لك عويس الراوي الضابط اللي قتله ما اتحاسبش. ما هو ده لو اتحاسب الضابط ده هيتحاسب. الو سامعك يا عصام. الو شكرا يا عصام. شكرا والله. انت قلت مثال واضح، هو الضابط بتاع اللي قتل عويس الراوي في اسوان اتحاسب؟ لو اتحاسب يبقى ده يتحاسب. ده كلام عصام. نروح امريكا نسمع مداخله من الاستاذ احمد من هناك. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد. هل تثق بالعداله الناجزه في مساله الضابط القاتل في حادثه مدينتي؟ يا باشا انا نفسي انزل مصر ومش عارف انزل ازور اهلي هناك، علشان اللي بيحصل ده اتحول من انه رعب للناس اللي عايشين هناك، لان انت يعني بتعتمد خلاص على ما فيش اي قانون يمشي البلد، فلو حصل لك اي اذيه من اي حد المفروض ان انت بتكلم الشرطه وبتاع، ودلوقتي كمان الجيش دخل في نفس القصه دي اللي احنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده، ان الجيش بيعمل اذيه للناس. بس هو ده التطور للحال اللي حاصل دلوقتي، يعني مفيش قانون فالناس بتتجرأ فكله بيعمل اللي هو عايزه، وطبعا الناس كلها متضايقه من الغلاء لان الغلاء ده شامل البشر كلها هناك، فكله مغلول وكله متضايق يعني. والسبب ان هو بعد ما عمل الهبل اللي هو عمله ده راح تكلم نفسه ولا انا مش عارف انا عملت كده ازاي، وانا مصدق الروايه دي على فكره ان هو ندم على اللي هو عمله يعني بعد ما هدي وبتاع. بس هي الدنيا ماشيه كده هناك، هي غابه هو كله هناك بيضرب. طيب يا احمد انت واثق؟ انت واثق فيهم؟ واثق ان هيكون في عداله؟ واثق في مين؟ واثق ان في القضاء في العداله في العداله هناك؟ لا سؤال حضرتك يعني بيضحك بصراحه. لا سؤالي عايز اجابه. انا خايف، بقول لك انا نفسي ازور اهلي، كلنا لينا اهالي هناك، وانا ورقي زي الفل ومش بعادي حد على اي قنوات ولا ليا اي مشاكل هناك، بس انا خايف على عيالي، خايف حد يدوس عليهم، ان هناك الرصيف ما شاء الله يعني يا اما معدوم خالص يا اما الناس مستعملينه ان هم بيبيعوا عليه حاجات، يا اما ان هو عالي قوي وكده كده لازم تعدي العربيه اللي بعديها، انت عارف الدنيا هناك ماشيه ازاي، فمفيش حد بيمشي على الرصيف، كلنا بنمشي في الشارع. فانا لا زمان لا والله ابو حميد، والله ابو حميد انت في حته ثانيه خالص، انت بتتكلم في الرصيف اصلا، احنا الوضع اسوأ من كده بكتير. بشكرك وربنا يبارك لك في اولادك ويحفظهم. شكرا جدا. وفي اولادنا جميعا. شكرا يا احمد، تحياتي ليك. ام محمد من السعوديه تفضل اتصال. علي من مصر معانا. عم احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه رايك هيكون في عداله ناجزه في موضوع الضابط؟ بص يا استاذ احمد، كلمه العداله دي مش موجوده في مصر. ليه؟ الكلمه دي مش موجوده في مصر سواء قضاء مدني او قضاء عسكري. ليه ما اعدموا قبل كده محمد عادل لما قتل نيرة اشرف؟ ده قضيه راي عام بقى، فكان لازم يعملوا كده. ده حبست سعد الدين الشاذلي اللي هو قائد معركه العبور، حبسوه الله يرحمه. طب انت تعرف لو هو طلع قال لك انا اديته 15 سنه ولا 16 سنه، انت هتعرف اللي هو هيتحبس ولا لا؟ ما ممكن يديله حكم ويقعد في البيت عادي. انت تعرف حاجه؟ اذا كان الراجل اللي علق اللحمه في عمود المونوريل دفع 100,000 جنيه وحبسين، واللي بعت جزيرتين بيحكم البلد. دي كتيبه يا استاذ احمد، كتيبه بيحكمها مختل عقليا وتحتيه مختلون عقليين برضه، يطلع يديله التمام غياب لا يكن، مرضى لا يكن، ديون ليكن، وهنعمل ايه يا ريس؟ هي دي البلد، كتيبه. شكرا يا علي. مجنون معاه سلاح. بشكرك يا علي والله، يعني الكلام اللي انت بتقوله مش بعيد عن اللي بيقولوه
يعني سياسيين كبار ان البلد مخطوفة بقوة السلاح مش اي حاجة تانية. هاجر من مصر. استاذة هاجر اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا. على فكره يا استاذ احمد هو ده كان جمال مبارك باين ولا علاء مبارك اللي خلف في السجن، انت مش فاكر؟ يعني في ناس بتخلف في السجن كمان، فالله اعلم ده هيروح فين بقى بالظبط. وبعدين دي اساسا جريمه مع سبق يعني جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد اساسا، وبعدين هطلعوا مريض نفسي علشان ياخد حكم مخفف. لا هم لسه ما شفناش نفسي. موضوع مريض نفسي دي بصراحه لسه ما شفناهاش. هو قال لك اتعرض لما اعرفش لايه لا 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 ده هو كده ده اجرام في كل حته وفي كل مكان، وحاجه صعب صعب يعني. البلد بقت في حاله مزريه اقتصاديا وقانونيا وكل. بتحسي بالامان على اولادك واسرتك في مصر دلوقتي يا استاذ هاجر؟ لا خالص خالص لا. شكرا لحضرتك، بشكرك جدا. ام محمد من مصر معانا، اهلا يا ست ام محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ والله بخير الحمد لله. برايك هيكون في عداله ولا كده وكده؟ لا. ليه؟ لا كده وكده. ليه؟ شكه ليه؟ هو اللي قتله محمود البنا ده اتعدموا فعلا؟ اتعدموا يا استاذ احمد؟ محمود البنا وبعدين لا اتعدموا. مين اللي اتعدم وقتل حد؟ مين؟ محمد عادل. اللي قتل حد مين؟ اللي قتل نيره. محمد عادل اغلب من الغرب. لا ده محمد عادل عمل مؤامره عليه واللي قتلوه ناس كبار. اتعدم عشان ناس كبار متوسطين في الموضوع. هو محمد عادل ما كانش هيتعدم ولا كان له انه يتعدم. ده انظلم ظلم الدنيا والاخره برضه، وانا هفضل على رايي لان انا عارفه الموضوع ده كويس قوي 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 قوي. ده اللي اتعدم اللي عدم محمد عادل هم الحكومه، هم بمزاجهم وبرايهم. لا ده ناس كبار اللي عدموه. انا يا ام محمد احنا مش هندافع عن قاتل. من قتل يقتل بالشرع وبالعرف وبالقانون. اقسمت بالله ما بدافع، اقسمت بالله ما بدافع، اقسمت بالله انا عارف ربنا وحاجه ثمان مرات ما بدافع. دافع ده قدام الناس كلها يا ام محمد الله يخليك. يا استاذ احمد ما كنت برضو تدور على الاسباب يا استاذ احمد، ومين اللي قاله ومين اللي قاله ومين اللي اداله السكين ومين ومين ومين. لا لا لا, لا, لا لو هنتكلم كده انا اشكرك يا ام محمد. لو هنتكلم كده ما السيسي هيطلع لك اسباب، واصل الواد كان قاعد متضايق واصل الكرسي كان مش مريح وبنحمي الوطن والكلام لا يعني السيسي بقى يقول لك انا بقى قتلتكم عشان بحمي الوطن، والواد القاتل ده حسام ده ولا زياد اسمه قتل عشان كان متضايق لا انت متضايق ومتنرفز، انت معصب، انت عندك مشكله لا تحلها. مش معنى كده انك تروح تقتل الناس، احنا نبقى في غابه يا ام محمد. ماجده من الفيوم. استاذه ماجده اتفضلي. استاذه ماجده معايا؟ طيب فقدنا الاتصال. علي من مصر معانا يا استاذ علي. سامعك. ازيك يا استاذ علي؟ ايوه سامعك. صوتك بعيد مش سامعك. الو استاذ علي. ايوه سامع عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تثق في القضاء العسكري يا استاذ علي؟ طيب انا هعتذر لك ويا ريت تكلم الاستاذ علي مره ثانيه لان صوته مش واضح. بشكرك جدا. الى المغرب الشقيق. استاذ نور الدين معانا صديق البرنامج، اهلا بيك. السلام عليكم يا ابو عبد الله. عليكم السلام. والله الصوت ده بنحبه. والله الصوت ده بنحبه يا استاذ نور. والله الله يحفظك اخويا. انا تنحبك. انا شو نقول لك بالدارجه المغربيه؟ انا تنحبك بحال خويا. انا اعتبرك خويا. الله يسلمك يا رب. الله الله يحفظك. اما بخصوص الموضوع لا يمكن ان تكون عداله يا اخي. انا بيت خويا ابو عبد الله واحد السيد يطلع من مصر يحرض على القتل، تيطلع في قناة البصيرة يحرض تيقول السيسي بحال هكا انا تنتبعو يا صاحبي تنشر الكراهية، تيقول لي لا تخرجوا من السجون معك الشرع والدين الإعدام، هكذا يقول. فين هي العدالة؟ تيطلع من مصر في قناة يوميا وتحرض على قتل المصريين. هذا هو الأول خاصة تنفذ فيه العدالة، وتدعي بأنه شيخ ديال الدين، وتدعي بأنه سلفي وكتاب السنة. براء منك أنت تحرض على القتل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، للإنسان، للحيوان، للشجر،
من أين أتيت بهذا الدين المزيف ويسمي نفسه قناة بصيرة؟ أعمى الله بصيرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكرك نور الدين. أنا قدر جدا حمية نور الدين وحبه لمصر. في ناس تقول لك هم غير مصريين. لا، الغير مصريين بيتكلموا عشان بيحبوا مصر، مش أي حاجة تانية، لأن مصر دي كبيرة. اللي مش عارف قيمة مصر وموقعها وتأثيرها على المحيط بتاعها ده مشكلته، إنما مصر كبيرة والناس بتحبها وبيهمها إن مصر تكون بخير. أحمد من السعودية. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بيك، أخبارك عامل إيه؟ الله يخليك، تسلم يا رب. هل تثق بالعدالة الناجزة في قضية الضابط القاتل اللي قتل الدكتورة وداس على أولادها وأسرتها؟ أولا كل سنة وأنتوا طيبين. وحضرتك بخير يا رب. أنتوا ناس محترمين قوي. الصوت بيروح ويجي، خد بالك، يا ريت تكون في مكان الشبكة أفضل. يعني اللي بيحصل في مصر ده مهزلة، مهزلة بكل المقاييس. مصر ما عادش فيها حاجة خالص، بس مصر لا فيها قضاء ولا فيها جيش ولا فيها شرطة ولا فيها أي حاجة خالص. مصر أصبحت عزبة بالظبط. إزاي واحد يقتل بالشراسة دي وتقول لي ان هو مريض نفسي؟ مريض نفسي يعني هو عارف العربية وعارف يسوق العربية ويدورها وأصبح مريض نفسي لما يجي يتحاسب؟ لكن ما كانش مريض نفسي ساعة ما قدر يفتح العربية ويدورها. القاضي اللي ذبح المذيعة ده سافر بره يا باشا. مين قالك ان هو اتعدم ولا مين قالك ان هو مات؟ كله بيسافر بره. طالما ابن رتبة يكتب ان هو اتعدم، لكن هو لا اتعدم ولا اتنيل، لكن هو بيسافر. لكن انا بستغرب عليكم الشعب المصري، انتوا ليه قاعدين لحد دلوقتي ما بتنزلوش؟ انتوا ليه الاخ اللي نزل وقال احنا لازم ننزل يوم الجمعه اللي جايه دي؟ المفروض مصر كلها تنزل على الحادثه دي. شوف فرنسا مولعه ازاي يا باشا، شوف فرنسا مولعه ازاي، شوف الدول الاوروبيه لو حصل ده في دوله اوروبيه هيحصل ايه؟ يعني الدنيا كلها تقوم تولع. لكن انتوا فين؟ انتوا نايمين ازاي في مصر بالمنظر ده؟ العالم كله بيتكلم عليكم وبيتكلم على يعني على السلبيه اللي في مصر وعلى الشعب المصري. إيه انتوا شكلكم بتاكلوا وتشربوا بس وتناموا؟ مالكم انتوا؟ ازاي سامحين لنفسكم بالمنظر ده؟ تاكلوا وتشربوا وتناموا، اهم حاجه عندكم الاكل والشرب. مش معقوله اللي بتعملوه ده. شعب ايه ده؟ الشعب المصري الواحد حزين على الشعب المصري. عيب، عيب عليكم، عيب عليكم واللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. ازاي تسمحوا لواحد بالمنظر ده؟ يعني سفاح وبيقتل الناس ويقول لك الضابط احمد يطلع يقتل ومفيش مشاكل. انتوا ازاي ساكتين؟ عيب عليكم، عيب عليكم. انتوا شعب ازاي عيب؟ انا بقول لكم عيب عليكم. انتوا ازاي ساكتين على نفسكم؟ المفروض الشعب المصري كله يتعالج نفسي. مالكوا؟ عيب، عيب اللي انتوا بتعملوه في نفسكوا ده. ازاي ضابط يقتل كده بالمنظر ده؟ واطفال، اطفال ده لو حيوان مش هيرضى يعمل اللي عمله ده، مستحيل. بشكرك يا احمد وانا مقدر انفعالك تماما، بس انا ضد التعميم. انا دايما في حياتي وفي شغلي انا ضد التعميم. الشعب المصري في ناس كتير حقانيه وناس كتير رائعه في الجدعنة والرجولة والحق، وفي بعضهم يا بقى اللي هم المصلحجية أو المخدوعين دول محتاجين علاجات مش علاج واحد نفسي. يعني إبراهيم بيكلمني من مصر. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم معايا؟ طيب للأسف مش معانا الأستاذ إبراهيم. طيب عبد الله، أستاذ عبد الله من مصر. أيوة أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء النور عليك، أهلا بيك، تفضل يا فندم. الكلام اللي أقوله لحضرتك ده يمكن مش هتسمعه من حد زيي. أنا أحد أعضاء المطبخ القضائي في مصر. نعم. يعني بأي في أي حتة في المطبخ القضائي ده؟ قاضي؟ لا معلش أنا آسف، يعني معلش. طيب. اعذرني بس أنا هقول كلام. تفضل. مهم جدا. تفضل. العدالة في مصر ليست عدالة ناجزة وإنما عدالة عاجزة. بسبب أستاذ أحمد إذا كان القضاء المدني ليه عدالة عاجزة يا فندم؟ ليه عدالة عاجزة؟ أذكر لأن أنا جاي لحضرتك في الكلام. أنا بقول لحضرتك إذا كان القضاء المدني في مصر مسيس ومتعسكر، يبقى منتظر إيه حضرتك من القضاء العسكري؟ هذا الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء هيتحاكم وممكن تصدر عليه عقوبة، ده لتهدئة الرأي العام.
ثم يتم العفو عنه كما تم العفو عن 13 ضابط في إبريل الماضي، وحضرتك تعلم هذا. وأنا سبق وكلمت حضرتك وقلت لك إن أغلب هؤلاء الضباط، أغلبهم وليس كلهم، مرضى نفسيين بيخرجوا من الكليات العسكرية معمول لهم غسيل مخ تحت بند الأسياد والعبيد. ده أدى إلى عسكرة الدولة، يعني هذا المجرم هو طبيب. إذا كان طبيب فقط كان من الصعب جدا إنه يقوم بهذه العملية أو يقوم بهذا الجرم، إنما هو قام به نتيجة دورة، خدها دورة عسكرية وأصبح ضابط، اتعمل له غسيل مخ ودي كانت النتيجة. عسكر الطب، عسكرة الطب زي عسكرة القضاء زي عسكرة أي شيء في الدولة، وده المنهج اللي بيحاول يقوم به هذا العميل الصهيوني. وأنا بقول لحضرتك هو صهيوني بالفعل، وأنا لدي تأكيدات لهذا الكلام، لكني في حل من إني أقول أكتر من كده. طيب يعني ده على عهدة حضرتك لأني ما عنديش القدرة الآن على التثبت من الكلام ده. بشكر حضرتك جدا، ودي شهادة من الأستاذ عبد الله، وهو قدم نفسه أنه أحد العاملين في السلك القضائي، حتى قال أنه في المطبخ القضائي، ما رضاش يقول في أي مكان يعني وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو قاضي، ولكنه قدم شهادة أنا بعتبرها شهادة للتاريخ، شهادة مهمة لشعبنا أن ما فيش عدالة في مصر حسب ما قال الأستاذ عبد الله، اللي أنا ما عنديش القدرة أتثبت هو مين أو إيه مركزه، ولكن اللي أنا متأكد منه هو الكلام اللي سمعناه مع بعض، وده رأيه بيعبر عن قناعته أو تجربته أو خبرته الشخصية. عموما كلامه ده مش بعيد. أنا أفتكر أن في فنان كان تحرش، كان في ورشة فنية، ممكن ندور عليه دلوقتي. الفنان ده خد حكم وبعد كده الناس قبلوه بعدها بشهرين عادي جدا بيمارس حياته، وهو كان عنده حكم 3 سنين. هنشوف الموضوع ده وممكن نتكلم فيه، بس الأول ناخد مع بعض فيديو عن هشام طلعت مصطفى، صاحب مدينتي اللي حصل فيها الجريمة نفسها. هو نفسه كان محكوم لأنه قتل، وهو دلوقتي عادي قاعد وما عندوش مشاكل، وده كله من العدالة، العدالة اللي بيديرها عبد الفتاح السيسي بنفس المنطق الدهلكة. شوف مع بعض الفيديو. جريمة مدينتي تفتح الصندوق الأسود لجرائم النظام. صاحب مدينتي هشام طلعت مصطفى أفرج عنه في قضية قتل. في 2008 قتل ضابط أمن الدولة محسن السكري المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وهو رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني. هشام طلعت وفر حماية لسوزان من طليقها عادل معتوق، وساعدها على إنهاء عقد احتكاره الفني لها. دخلت سوزان تميم في خلاف جديد مع هشام وهددته بافتضاح أمره. اتفق هشام طلعت مصطفى مع محسن السكري على قتلها مقابل مليوني دولار، وهو ما حدث بالفعل في صيف 2008، لكن شرطة دبي تمكنت من رصد عملية القتل. صدر الحكم أولاً ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاماً لهشام طلعت مصطفى. في 23 من يوليو أفرج السيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل أن يكمل مدته المذكورة. للسلطة حسابات أخرى. لا ده أصل شركة مدينتي راجل طيب، طلعوا من الشركة. ده حنا مالي طلع من سجن إزاي؟ أطلع هشام طلعت مصطفى من سجن إزاي؟ هو محكوم عليه إزاي طلعوا يعني؟ طيب ده عنده حتة أرض زيادة مش تبع المدينة، ما خدها إزاي؟ أهو بالدراع كده. طب تعالوا نقيم، طلعت ب14 مليار، أدفع نص مليار ومليار ونص بعد 50 سنة، وأي كلام؟ إيه ده؟ اللي شفتوه معانا في الأخير ده كان الرئيس محمد مرسي، الراجل اللي كان بيؤمن بالقانون، بيقول لك أطلعه إزاي من السجن؟ ده راجل مجرم وعليه أحكام. هنا احترام القانون. محمد مرسي اللي احترم القانون عمل عليه انقلاب وقتلوه بالقانون أو بالدهلكة، باستخدام أدوات غير شرعية لتثبيت أمور تبدو للناس وكأنها شرعية، كذب ودجل للأسف. عندي مثال زي ما قلت لكم، لأن احنا عندنا إعداد شاطر، شكرا يا علي. علي جاب لنا مين هو الممثل، ممثل
مش كان تحرش، ده كان اغتصب وطلع عليه حكم بثلاث سنين مغتصب حقير. ايه اللي حصل في الباشا الحقير ده؟ عفو. هتلنا يا علي كده الله يخليك البحث اللي انت عملته سريعا اهو. السلطات المصرية تعفو عن الممثل المسجون شادي خلف في قضية اغتصاب. هاتي التفصيل كده يا علي بسرعة. اهو استنى بس وريه للناس عشان يبقوا عارفينه. ده الممثل ده اللي كان اشتغل قبل كده مع في فيلم صرخة نملة تقريبا. نطلع كده نشوف اهو. اصدرت السلطات المصرية السيسي يعني قرار بالعفو عن الممثل شادي نبيل خلف والافراج عنه يوم الاحد، وياتي القرار بعد قضاء نص المدة القانونية لفترة عقوبته بالسجن المشددة اللي امضاها داخل مركز الاصلاح والتأهيل. انا عايز اقول لك ان في ناس اكدت انها شافته قبل كده او شافته قبل انقضاء نص المدة دي، يعني غاب شهرين ورجع الناس شافته عادي جدا. فكله في مصر ماشي كده خواطر وحبي وعادي، والناس ما لهمش قيمة وارواحها ما لهمش قيمة للأسف. طيب حسن من مصر معانا على التليفون. استاذ حسن اهلا بيك. ربنا يبارك فيك يا سيدنا، ازيك يا عبد الله؟ ترجع لنا بالسلامه وكل سنه وحضرتك طيب وعود عليك الايام بخير. علينا وعليك يا رب. احنا مشكلتنا في مصر كلها يا سيدنا، مشكلتنا ان في حاجه اسمها العدل اساس الملك. طب هو ما فيش عدل وفيه فساد وفيه طبقيه، يبقى بعد ده كلته هيبقى البلد شهيبه غير خراب، مش هيبقى فيها حاجه. كل واحد دلوقتي الراجل الامين الشرطه اللي دلوقتي اللي في العسكري اللي في الشرطه بيقدم العماره اللي هو فيه، المستشار اللي في حته ما حدش، البلد كلها بقت طبقيه وبقت ما حدش امن على نفسه. يا استاذ احمد ربنا بينصر الدوله الكافسه لو كانت عادله. صحيح. احنا لا عندنا لا عدل ولا هيبقى فيه عدل، والبلد دلوقتي واقفه كلها كده عشان دي قضيه راي عام. ويا عالم اذا كان الراجل هيتحاكم ما يتحاكمش، يطلع يتهرب، ما احنا مش عارفين الدنيا فين. هنشوف مع بعض وهنتابع يا استاذ حسن. وامريكا العدل فيها رئيس الوزراء ورئيس الدوله بيتحاكم. نعم. اذا عمل خطا. اما احنا مش احنا عندنا العسكري ما حدش يقدر يقول انت هنا بتعمل ايه. احنا هنتابع يا استاذ حسن احمد، هنتابع مع حضرتك وهنتابع مع الساده المشاهدين، ومش هنسكت عن الموضوع لان رقابه الشعب هي الرقابه الاهم وهي اللي بتقدر تعمل تغيير وبتاثر عليهم. ام محمود من مصر، شكرا استاذ حسن. ام محمود معايا؟ مش معانا ام محمود. طيب بشكرها واهلا بيها مره تانية. محمد من مصر معانا. السلام عليكم. ازيك يا زهر؟ عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. طبعا يا استاذ احمد اللي حصل في مدينتي ديت جريمه كبيره يعني. بس هات لي من اول الانقلاب ايه اللي مش جريمه؟ ايه اللي مش جريمه في مصر؟ اللي حصل الانقلاب نفسه جريمه، موت الدكتور محمد مرسي الله يرحمه جريمه، وقتل ابن عبد الله جريمه، وقتل الناس اللي ماتت في رابعه العدويه جريمه، والناس اللي ماتت في النهضه اللي انقتلت في النهضه جريمه. هتلاقي ايه اللي مش فوق؟ الناس اللي بتموت في السجون وتعلقت على المشانق جريمه. ايه اللي حصل في مصر مش جريمه؟ احنا من اول ما من اول الانقلاب لغايه الوقت اللي احنا فيه دوت كل يوم بنصحى على جريمه وبننام على جريمه وبنصحى على جريمه وبننام على جريمه. البلد كلها اتباعت، كل البلد من اولها لاخرها اتباعت. ايه اللي مش جريمه في البلد؟ لسه ايه؟ لسه ايه هنعمل ايه؟ احنا مستنظرين ايه؟ انا من الناس، احنا مستنظرين ايه؟ مش هقول لك الناس مستنظرين، لا انا من الناس، احنا مستنظرين ايه؟ فمش حد، هو واحد والله شايف بوست كده امبارح نزله واحد على تويتر وعلى فيسبوك قال كلمتين اتنين بس، قال مش حد في عهد ابن الحرام ده امن. وفي حد امن في مصر؟ مش في حد امن. ما هي اللي في مدينتي ديت بسم الله ما شاء الله ربنا يرحمها، الله يرحمها هي واهلها وهي وجوزها ولا عيالها، كلياتهم كانوا اولاد ناس، والناس اللي بتموت في مصر دي كلها اولاد ناس. مش تقول لي فقير وغني، مش حد امن في مصر، لاني ولا انت ولا حد في الدنيا. طيب انا هكتفي بكلامك ده يا محمد عشان بس معايا متصلين اخرين، الوقت بينتهي، مفيش حد في امن في مصر. محمد بيسال سؤال، ايه اللي حصل من بدايه الانقلاب العسكري لحد النهارده ما هوش جريمه في حق مصر؟ ممكن ام محمود اللي معايا من مصر تجاوبنا السؤال ده لو عندها اجابه. اتفضلي يا ام محمود. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير يا رب، اتفضلي. الله يخليك. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد مصر بقت عزبه يا استاذ احمد، مش بلطجيه، عزبه للجيش والشرطه يا استاذ احمد. ما بقتش في البلد الجيش والشرطه، وبقيت الناس عبيد. الجيش والشرطه هم اللي بقت دايسين على كل الناس،
نفسي الشعب المصري يقوم يقوم مرة واحدة. والله نفسي نفسي بتمنى بدأ الشعب المصري كله يقوم. احنا كده كده بنموت بنموت بالبطيء. طيب يعني بشكرك بشكرك يا محمود لان عندي خلاص الوقت انتهى وعندي ياسر عايز اسمع منه برضو كلمة اخيرة. استاذ ياسر اتفضل. استاذ ياسر معايا؟ طيب مش معانا. معانا محمد اخيرا. استاذ محمد أنا اهلا وسهلا بك استاذ محمد. في كلمة اخيرة هل تثق في القضاء العسكري؟ هل تثق ان هيكون في عدالة ناجزة في المعاملة مع الضابط القاتل اللي قتل الدكتورة بسمة؟ يا فندم احنا من اول خالص هو قال الضابط احمد ضرب فلان عزف فلان يتحاسب الضابط احمد مش هتحاسب دي معروفة دي اباقة يعني ايه احنا المفروض حضرتك نركز على الايه على الفترة الجاية ديت وعلى الانتخابات اللي جاية دي وكده وتدي فرصة للناس اللي هي يعني يعني اللي عنده دعوة يقول هذا المكان الاخ اللي هو مصيفة اتكلم يعني المفروض الفترة الجاية دي نركز على الانتخابات اللي جاية دي يعني لو في عدالة ولا حاجة ربنا يسهل. طيب بشكرك جدا. هقول لك حاجة أنا بتيح الفرصة للناس كلها وأتمنى الناس كلها يعني تتفاعل بس ما فيش حد بيقدر يعمل حاجة لوحده كلنا لازم نتكلم مع بعض ويكون في رأي عام جميع. هختم معاكم النهاردة بخبر خبر الأخير يا علي اللي بيقول لك فيه الإعلامية إنجي أنور بتقول لنا وبتبشرنا إن التصالح تصالح مصر مع تركيا ده صوت العقل ومصلحة الشعوب هي الأساس. ده نقدمه لحضراتكم الخبر ده ونقدر نختمه كده ونقول كان معكم روبوت السامسونج. هتقولي ما انت يا احمد بتقول كده هقول لك اه بس انا بقول كده من اول يوم ان مصلحتنا كمصر ان احنا نعمل علاقات كويسة مع تركيا مش نعمل علاقات مع قبرص ونعادي تركيا. كويس انك تعمل علاقة مع دولة كبيرة تبقى ندي ليها وهي ندي ليك بس ما تروحش تجيب تعمل علاقة وتدفع أتمان وتتنازل عن حقول غاز لليونان والغيرها علشان تكايد. مصر كبيرة واللي يقعد على كرسي حكم مصر لازم يبقى كبير مش قزم عايز يخلي البلد قزم على قده. عايزين كبير يعرف قدرها ويمشي بيها. حسني مبارك كان بيتعامل انه رئيس مصر هو مش مهم هو ممكن يبقى انسان مش يعني احسن حاجة في الدنيا ولكن عارف قيمة البلد اللي بيمثلها. علشان كده بنقول مهما عملتوا انتوا يا ايها النظام التافه الحاكم اللي جاب انقلاب عسكري هتفضل نظام خواء صغير في عين الكل. قدراتك قد كده محدودة في كل حاجة وسبحان الله زي ما السيسي قال وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى يعني قال من زمان جدا ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ادي الغاز وادي المشاكل كل ده ليه؟ علشان مفسد جال الحكم بالقتل وبالاجرام. شكرا لحضراتكم بشكركم وبشكر كل زمايلي الاعزاء خلف الكاميرات وان شاء الله نتقابل هنا الساعه 5 توقيت القاهره في صوت الناس. قالوا مكملين هتوحشونا. سلام عليكم.